عسلامة ومرحبا بكم، مرحبا بكل المتفرجين تبعين البر الأمان. معايا خنسة بنترجم، مرحبا مرحبا. خنسة. هالغيبة على برشا ما شفناكش على بر أمان. وزاد معنا شرفنا اليوم باش تكون حاضر معنا ستيفان لاكروا، أنت أستاذ للعلوم السياسية في الانستيتيو ديتود بوليتيك سيونس بو باريس. أنت شكرا اللي استقبلتنا ساعة قبل كل شيء في لهنا في المعهد نتاع العلوم السياسية، رغم اللي خذينا موعد معك في شوية في آخر وقت. يعطيك الصحة اللي استقبلتنا. اليوم اللقاء بتاعنا وباش يكون تفاعلي معاكم انتم اللي تتفرجوا علينا، اللقاء هذايا باش يكون بور اون فوا داكتواليتي، خاطر دابيتود ما نطرقوش مواضيع اللي هما ياسر داكتواليتي. علاش داكتواليتي؟ على خاطر محمد بن سلمان ولي العهد السعودي موجود الآن حاليا في تونس، رغم اللي احنا في باريس حاليا، هو موجود في تونس. وانت ستيفان اشتغلت وقمت ابحاث معمقه على المملكه العربيه السعوديه، على اخوان المسلمين في المملكه، و حركه الصحوه. حركه الصحوه من الاكثريه. اول الاطروحه نتاعك تم نشرها في كتاب في 2010، في 2010 بالفرنسي، وفي 2012 بالعربي باسم بعنوان زمن الصحوه. أنا قمت بتقديم صغير، ولكن ستيفان من قبل ما يكون أستاذ تاع علوم سياسية، وهذا حاجة ما نجموش ما نذكروهاش، هو رجل رياضيات، سي ماتيماتيسيان قبل كل شيء. قبل كل شيء، قبل ما ندخل في السعودية، كيفاش تتعدى في حياتي السابقة؟ كيفاش تعديت من رياضيات للعلوم السياسية اللي هنا احنا في باريس في العلوم السياسية؟ منطق وحده، يعني من فهم الأرقام إلى فهم الإنسان. ما عرفتش اسكو إلى فهم بن سلمان. فهم بن سلمان. لا، محب بن سلمان يتحدي المنطق، يعني هذا موضوع ثاني. بس واضح راح نشوف، ما تحبش تتعمق فيه برشا. اوكي، باش نبداو بسؤال بديهي بعض الشيء، يعني علاش الزيارة هذه اليوم في تونس من طرف ولي العهد حسب نظرتك انت؟ نعم، هذه الزياره في تونس هي جزء من جوله اكبر بدات في ابو ظبي، البحرين ومصر. فتونس يعني هي المرحله الرابعه في الجوله. وسبب هذه الزياره وسبب هذه الجوله يعني في هذه البلدان مرتبط بالأزمات التي مرت بها السعودية، يعني مؤخرا من شهرين، من وقت مقتل اغتيال جمال خاشوجي في اسطنبول. نعم، فالأزمة سببت موقف محرج دوليا للنظام السعودي ولمحمد بن سلمان شخصيا، لأنه طبعا متهم بالمقتل يعني جمال خاشوجي، ويعني هناك أدلة كثيرة يعني تدل أنه هو فعلا المسؤول عن القتل يعني بشكل مباشر، والأدلة يعني من أطراف مختلفة، منها CIA، يعني مع أن ترامب يرفض استنتاجات CIA لأسباب سياسية، ولكن CIA وصلت إلى هذه الاستنتاجات. فهذا يعني جعل محمد بن سلمان في موقع يعني صعب دوليا، خاصة أنه كان هناك ضغوط عليه يعني من أمريكا في البداية، مع أن ترامب انقلب على يعني غير يعني موقفه يعني مؤخرا، ولكن في البداية يعني التصريحات الأمريكية كانت شديدة اللهجة ضد ولي العهد السعودي، وكمان من الأوروبيين، وكمان من بعض المنظمات الدولية والصحف العالمية، من الواشنطن بوست اللي كان بيشتغل فيها جمال خاشوجي. فالضغوط كانت شديدة، إلى أن يعني كان هناك بعض التنبؤات في السعودية أن ربما سيتم إقصاء محمد بن سلمان من الحكم، وربما سنتطرق إلى هذا الموضوع. يعني أنت تنبأت شوي بالموضوع مش أقدر أقوله، ولكن تفضل على راحتك. بس هذا جزء من الضغوط اللي مورست على الحكم السعودي ولمحمد بن سلمان بشكل يعني شخصيا. يعني أنا لا أعتقد أنه سيتم إقصاؤه، وسنتحدث عن ذلك يعني ربما يعني فيما بعد. نعم، ولكن بسبب كل هذه الضغوط وبسبب يعني الضعف اللي كان يحس به محمد بن سلمان، اختار أن يبحث عن شرعية دولية جديدة. ولذلك بدأ مع الدول اللي كان يراها هي يعني الموالية له والأقرب إليه. فبدأ بأبو ظبي طبعا، يعني محمد بن زايد، محمد بن سلمان،
صديقين مقربين جدا، ويقال وهناك كمان أدلة أن محمد بن زايد له تأثير قوي على محمد بن سلمان. فهو زار أبو ظبي بالأول وبعدين البحرين، البحرين كمان يعني موالي للسعودية إلى حد كبير. يعني نتذكر أنه في 2011 لما بدأ الربيع العربي في البحرين. اي نعم سامحني، اي ما يمكن ذكروا سحة اللؤلؤ اللي كانوا متواجدين فيها المتظاهرين واللي تم حذفها من الخارطة. اي نعم اي نعم. وحصل يعني غزو عسكري سعودي في البحرين. فالبحرين كمان المحطة، يعني نفهم يعني لماذا هذه المحطة، يعني هي تأتي بعد أبو ظبي وبعدين مصر كمان. والسيسي يعني معروف بدعمه للسعودية ومعروف ب يعني الدعم السعودي له كمان، يعني ووصوله إلى الحكم كان كمان يعني نتيجة أن دعم سعودي كبير ودعم سعودي إماراتي كبير، فلذلك كمان يعني زار مصر. ففي البلدان الثلاثة هدول هو كان يعرف أنه سيستقبل بطريقة ممتازة وسيرحب به، وحصل بالفعل. يعني هو السيسي رحب بي، والزيارة في مصر مرت مع كل الصحف المصرية تمدح محمد بن سلمان وكذا. وحتى الأهرام، حتى الأهرام وحتى يعني رشق عليها أضواء بعلم السعودية. الظاهر أنه فيك نيوز إن شاء الله. أنا كنت أقرأ اليوم أنه هذا يعني فيك نيوز، يعني هذا فوتوشوب ما حصلش. مش عارف بالضبط يعني، بس كان هناك يعني ان شاء الله فيك نيوز. ان شاء الله نتمنى يعني نعمل عليك بالضبط. وشكرا على التحديد. اذا المحطه الاخيره تونس. فالمحطه الاخيره تونس، وهذا تحدي اكبر بكثير. اي يعني مش دوله موليه، لا مش دوله موليه. هناك اشخاص اكيد وعندهم يعني عارف مني في الامر، يعني مولين للسعوديه في تونس وقريبين من السعوديه في تونس، ولكن نظام ديمقراطي، هناك مجتمع مدني. ولن تختار الانحياز الى السعوديه او لقطار في الحرب بالرغم كل الضغوط يعني التي مرست على تونس. واكيد انه يعني هناك يعني اشخاص في السياسه وفي الاعلام يعني عندهم علاقه قويه مع الخليج ومع الامارات يعني بشكل خاص، ولكن مع ذلك يعني الموقف الرسمي التونسي كان محايد يعني حياد في الازمه. مع ذلك يعني هو زار تونس، تحدي كبير بالنسبه له. يعني هو ربما يعني يثق ب النظام الرسمي التونسي، ويرى انه الرئيس التونسي سيستقبله كما يريد، ولكن فعلا يعني تحدي. فلذلك انا كنت وانا لا ادري هل ماذا حصل حتى الان، يعني نحن انا لم اكن متابع اليوم ان الاحداث في تونس، هل المظاهره كانت كبيره ام لا، يعني هل متكرره ولكن كبيره، كان بعض مئات امس واليوم ما كناش الحقيقه موجودين في تونس العاصمه من المسرح البلدي، ولكن حسب الفيديوهات اللي شفناهم فماش ارقام رسميه او ارقام تاع المنظمين، عديد من المئات كانوا موجودين العديد من المنظمات. وشفنا اللوحات الكبيره على نقابه الصحفيين وعلى جمعيه النساء الديمقراطيات. اي وانا لهنا ثم سؤال فقط ستيفان قبل ما تفضل، اذا كان محمد بن سلمان ماهوش خلينا نقول الكارتة اللي باش تربح، ماهوش يعني شيء اللي باش يسمح للسعودية اي ولا حسن الربح اللي باش تسمح للسعودية باش ترجع في الكوميونيتي الدولية في المجتمع الدولي نظيفة. خلينا نقول علاش هو اللي يقوم بالزيارة هذه؟ علاش مشبوه؟ لا اعتقد يعني مفهوم هو يعرف انه يعني لكن نتبع السياق نتاعك. يعني شوف هناك ثلاث دول موالية له فقط لا يوجد غير مصر والبحرين والامارات. بعد ذلك اذا يعني سافر الى فرنسا وامريكا المظاهرات ستكون اكبر من مظاهره تونس بكثير اتوقع، يعني والنقد في الاعلام والثمن السياسي للزياره ستكون اكبر بكثير. والتست الكبير سيحدث في نهاية هذا الشهر في أرجنتينا، لأنه هو أعلن أنه سيشارك في مؤتمر الجي 20 الجيفا في بوينوس آيرس ممثل للسعودية،
وكلنا يعني العالم كله سيشاهد كيف يتعاملون معه يعني رؤساء الدول الكبرى. وسيكون هناك يعني بالتأكيد حرج كبير منه يعني من طرف الأوروبيين، مع أنه يعني لا أقول أنه العلاقة سيئة بين محمد بن سلمان والأوروبيين في يعني في 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 يعني في العلاقة الدبلوماسية العادية، ولكن الموقف الشخصي صعب الآن. محمد بن سلمان يمثل شخص قتل شخص آخر بطريقة بشعة والعالم كله يعرف. فهل يعني أنت كرئيس أمريكي أو رئيس فرنسي، هل يعني هترحب بي وتسافع بهذا الشكل أمام الكاميرات؟ عفواً. فهذا سؤال كبير يعني. فأعتقد أنه هو يرى أن تونس والجزائر بعدها، لأنه المحطة القادمة هي الجزائر بعد تونس، دول يعني ربما تكون آمن كثير من ما سيحدث فيه. فهذا تيست يعني، هو الفيان تيست يعني، شوي شوي يعني بالدرجات يعني. فأول أبو ظبي، بعدين تونس، وبعدين المجتمع الدولي. وتونس حسب رأيك إيش فيك خمسة تي؟ أي ما، لكن بالنسبة لتونس شنية أولاً الرمزية متاحة، وشنية الثمن لعدم الترحيب ببن سلمان نظراً إلى السياسة الخارجية للسعودية أصبحت القليل أكسيف عنيفة بعض الشيء، مثال في لبنان. ما هو الثمن ووسائل الضغط للسعودية على بقية البلدان؟ وسائل الضغط يعني موجودة وعديدة يعني. الوسائل الاقتصادية هي الأهم يعني، لأنه يعني أغلب يعني الأنظمة يعني في المنطقة العربية يحتاجون إلى الدعم المالي السعودي، وهم يعرفون ذلك. فلا أحد يستطيع أن ينتقد السعودية بالشدة رسميا لهذا السبب، لأن يعني الاستثمارات السعودية مهمة كما الاستثمارات القطرية يعني، لأن يعني لذلك يعني الكثير من الدول العربية أخذت يعني قررت الحياد لكي يفقدون يعني الاستثمارات من دول والاستثمارات من دول لهذا السبب. فالاستثمارات يعني هي يعني وسيلة الضغط الأول بالنسبة للسعودية، وكذلك يعني يعني من خلال ام بي اس كمان ياتي يعني، خاصه يعني ترامب والدعم الامريكي. فربما يعني بعض الانظمه كمان يرون انه طالما محمد بن سلمان مدعوم من ترامب، فيعني يعني من مصلحتهم ان يكونوا على علاقه جيده به. فيعني اعتقد ان دول يعني الاسباب الرئيسيه، ولكن الاستثمارات ربما تكون هي الاهم يعني. هي الاهم. ولكن هل تونس، هل الثورة في تونس أثرت على السعودية أم لا؟ بعد 2011 يعني قصدك؟ أي كان هناك تأثير بالتأكيد. ما هي يعني التأثيرات؟ بعد 2011 كان هناك حركات بالسعودية دعت إلى مظاهرات في السعودية، وكان هناك عرائض بيتيسيون قدمت إلى الحكم. كان مثلا في فبراير 2011 بيان عريضة كان اسمها نحو الدولة الحقوق والمؤسسات، قدمت إلى الحكم السعودي من طرف 100 الأكاديميين والعلماء الدين في السعودية، كثير منهم قريبين من الصحوة والإخوان المسلمين. وقدموا هذه العريضة يطلبون فيها بإصلاحات سياسية جذرية لتحويل النظام السعودي إلى ملكية دستورية. ودول تحركوا بسبب الثورات في تونس وفي مصر، يعني رأوا أن الوقت يعني كمان جاء في السعودية لفرض التغيير للحكم السعودي. فالعريضة هذه المئات قدموها، وبعدين 9000 وقعوها على النات باسم حقيقي يعني بأسمائهم الحقيقية يعني. فهذا شيء نادر يعني في السعودية، وهذا يعني أنه كان هناك أشياء كمان في المناطق الشيعية في شرق المملكة. كان هناك كذلك مظاهرات كبيرة يعني تجمع يعني آلاف المظاهرين في العوامية وفي القطيف وفي يعني في كل المناطق الشيعية، وقتل فيها يعني عشرات الأشخاص يعني من طرف
الشرطة السعودية، فكانت يعني المظاهرات دي مش بسيطة يعني. طبعا تخص يعني منطقة معينة، والمظاهرة الشيعية في السعودية لا تستطيع أن تسقط الحكم مثلا، لأن الحكم في الرياض ودول في منطقة همشية، ولكن تستطيع أن تحدث يعني عدم الاستقرار في منطقة هي مهمة جدا، لأنه المنطقة الشرقية هي المنطقة التي تعيش فيها المواطنون الشيعة، ولكن كذلك منطقة البترول يعني كل النفط يعني موجود في هذه المنطقة بالضبط. فهذه منطقة يعني عدم الاستقرار فيها لها تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية. فلذلك كان هناك أشياء في السعودية، ولذلك السعودية بعد الأحداث هذول بدأت تخاف كثيرا من الثورة العربية، يعني وكان موقفها يعني مضاد يعني للثورات العربية، كما كان الموقف الإماراتي يعني، وهذا بداية الموقف المضاد للثورات يعني السعودية والإمارات مع بعض يعني، والجهود الكبيرة اللي يعني بذلوها لتحجيم في البداية والقضاء يعني للثورات في أماكن أخرى. مثلاً هل عندك فكرة كيف تجلت السياسة السعودية؟ كيف تجلت السياسة السعودية في بلد المغرب مثل تونس أو الجزائر أو المغرب؟ السياسة السعودية في ليبيا بالتأكيد يعني يعني ظهور خليفة حفتر وصعود يعني خليفة حفتر كمنافس قوي للحكم في ليبيا كان مرتبط بشكل مباشر بالجهود السعودية، وربما يعني الدور الأكبر كان للإمارات يعني، وربما في المغرب بشكل عام أعتقد أن الإمارات لعب يعني أهم من السعودية لأسباب بالنسبة لي غريبة شوية يعني. الإمارات إيبر أكتيف يعني في المنطقة، مش فقط في المنطقة القريبة يعني مش فقط في بلدان الجوار، ولكن الإمارات لها نشاطات في المغرب، في شرق إفريقيا، في سوماليلاند، في إريتريا، في إثيوبيا، في كتير من يعني كأنه يعني طموحات الإمارات أكبر بكتير من طموحات السعودية. ولكن السعودية في ليبيا مثلا يعني أخذت الخط الإماراتي ودعمت نفس الفاعلين للأرض اللي دعمهم الإمارات منهم خليفة حفتر. وفي تونس يعني هناك يعني أنتم ربما يعني تعرفون أكثر مني في هذا الشأن لأنه أدرس الواقع التونسي بشكل، ولكن هناك الكثير من يعني من ما كتب حول يعني الدعم الإماراتي لي يعني بعض التيارات المعارضة للنهضة يعني، لأن النهضة بالنسبة للإمارات كانت هي المشكلة، والمشكلة بالنسبة للسعودية كمان يعني إلى حد ما، لأنه في 2014 السعودية والإمارات يعني اتهموا الإخوان المسلمين بشكل عام بالإرهاب، ودول يعني الإخوان جماعة إرهابية في الإمارات وفي السعودية، وبعد ذلك بدأوا يبذلوا جهود يعني خارج الحدود لتحجيم نفوذ الإخوان وما يشبه الإخوان والحركات يعني القريبة من الإخوان والقضاء على بعضها يعني. فالسعودية يعني كانت يعني موقفها مثل الإمارات، وربما كانت أقل نشاطا في المغرب، ولكن كانت موجودة في نفس الخط. ولكن في البداية هل سندت الحركات السلفية؟ الأمور ربما تكون السلفية العلمية الوهابية. شوفي هذا موضوع كبير وانا يعني انا كتبت فيه كثير، وهناك هناك تبسيط في الموضوع يعني. السعودية هي مبنية على يعني تقليديا على تحالف بين السياسي والديني يعني، بين مؤسسة يعني سياسية وهي آل سعود ومؤسسة الحكم من جانب، ومن الجانب الآخر المؤسسة الدينية الوهابية والعلماء الوهابيين. هذا التحالف يعني كل معسكر وكل جزء من التحالف يدعم الجزء الآخر، ولكن في نفس الوقت دائما هناك شيء من الخوف يعني من الآخر.
مثلا سياسي يخاف من الدين من الدين يحتاج للدين، ولكن يعني يعرف وفي التسعينيات كان هناك يعني الصحوة كانت يعني انتفاضة دينية على الحكم السعودي، فهم دائما يعني السعوديين يحتاجون للعلماء ويعطون للعلماء الكثير لأنهم يحتاجون إليهم، ومن ما يعطون للعلماء لكسب دعمهم هو يعني وسيلة الدعوة خارج الحدود، هم يعطون للعلماء يعني أموال كي يعني يبعثون الإسلام خارج حدود السعودية في الأماكن الأخرى، ولكن هذا لا يعني أنه يعني جهود الدعوة هذه كلها مرتبطة بقرارات سياسية، العلماء لها جزء من الاستقلالية، مثلا إذا السعودية فتحت يعني إذا بالتمويل سعودي فتح مسجد في هذا المكان، هذا لا يعني أنه هناك قرار سياسي سعودي بفتح مسجد في هذا المكان. الفاعلين الدينيين في السعودية عندهم جزء من الاستقلالية في مثل هذه القرارات. ومثلا إذا وأنا أعرف ما عندنا بش أقوله لي ثم بالمعنى الفرنسي فصل السياسة عن الدين يعني. إلى حد ما أنا 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 أنا, أنا يعني لوصف النظام السعودي نتحدث يعني في بعض أبحاثي عن سيكولاريزم بارادوكسال، يعني هناك نوع من السيكولاريزم البارادوكسال في السعودية، شيء غريب جدا، يعني أنه هناك فاصلة بين يعني مجموعتين من الأشخاص ينتمون إلى مجالين مختلفين كلها لها خصوصية، و يعني يشتغلون مع بعض ولكن لا يشتغلون في الـ في الـ في الـ في, الـ في نفس الأمور، ويحترمون استقلالية الآخر في مجاله. العلماء لا يتدخلون في القرارات السياسية، والسياسيين لحد كبير يتدخلون في القرارات الدينية. أنا قاعد نحس اللي احنا نعمله في مقدمة باش نوصله للتغيير الكبير اللي جابه بن سلمان في تاريخ صحيح دار الشأن، على خاطر هالتوازن هذايا دام لمدة قرون. صحيح سمحني مش قرون، عقود لا قرون، حتى قرون قرن الثامن عشر شوية لا 250 سنة الدور السدي لا الدرس الدولة السعودية قديمة، يعني مش من أقدم الدول في المنطقة، يعني مش الكثير ينظرون للسعودية كأنها دولة حديثة جاءت مع النفط، كانت موجودة من منتصف القرن الثامن عشر. ولكن لم تأخذ الشكل الحديث لا والنفوذ، لا من غير النفط لم يكن هناك نفوذ، ولكن كانت هناك دولة وإمارة يعني بالشكل نسميها بالاسم اللي كان منتشر في ذلك الوقت، يعني إمارة، لكن إمارة موجودة مبنية على نفس الأساس، يعني الدين والسياسة، الدين والعقيدة الوهابية من جانب والسعود من جانب آخر. والتوازن هذا قعد يعني متواصل على 250 سنة. إيه طبعاً موجود من البداية. وهل طريقة إدارة الشأن العام اللي نشوفه فيها اليوم من طرف ولي العهد بن سلمان هي تمثل يعني تغيير كبير أو أكبر تغيير في التوازن هذايا، أو صاروا تغييرات كبار في تاريخ المملكة؟ لا تغيير كبير جدا هذا أكبر لا أكبر تاريخ ربما في تاريخ المملكة، يعني ما يحدث الآن لأنه النظام من البداية مبني على لعبة توازنات، كلها توازنات بالسعودية، توازنات بين السياسي والديني كلها يعني له مجال خاص له وخصوصية، توازنات داخل العائلة المالكة بين الأجنحة كلها والنايف والفيصل والسلطان والسلمان، فكان هناك كمان يعني توازنات وتقسيم أدوار وتقسيم سلطة بين كل هذه الأجنحة، توازنات حتى بين رجال الأعمال اللي كانوا من خارج العائلة المالكة مثل يعني مش عارف العليان مثلا هي من أكبر العائلة التجارية بالسعودية مثلا والعائلة المالكة، فكان هناك كمان توازنات بين البزنسمان يعني بين رجال الأعمال من جانب والسياسيين من جانب، فكل النظام كان مبني على هذه التوازنات، يعني يكون هناك جزء من شيء من الـ horizontalism يعني في النظام السعودي من الأفقية بالعربي نعم، فكان نظام يعني توافقي horizontal إلى حد كبير ويلعب على كل هذه التوازنات بين كل هذه الأطراف. هذا كان يعني أن النظام السعودي كان نظام
لا يستطيع أن يصلح نفسه مثلاً، لا يستطيع أن يأخذ قرارات. يعني هذا من كان من 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 مشاكل النظام السعودي، لأنه أخذ قرار بالنظام السابق في السعودية يعني أنك لازم أن يتفقوا يعني عدد كبير من الأشخاص كي تفعل أي شيء. يعني لازم مثلاً كل الأمراء يتفقوا، يعني كل الأجنحة، لازم العلماء يتفقوا، لازم بعض رجال الأعمال اللي لهم تأثير يتفقوا. مثلا إذا تريد أن تعمل إصلاحات اقتصادية مثلا بالسعودية، لم يكون هناك أي إصلاحات اقتصادية بالسعودية من عقود لهذا السبب. كان نظام يعني مصاب بالإنرسي، يعني في تشكيلته، يعني في قلبه، يعني في الثقل أو بعدم المرونة وبعدم التغير، بعدم التغير وعدم القدرة على التغير يعني. فلذلك يعني هذا كان تبرير كل ما فعله محمد بن سلمان لما جاء إلى الحكم، قال نحن في أزمة كبيرة، أزمة داخلية وخارجية. داخلية لأنه يعني مشينا من عقود على النظام الرعي لتاغوتي النفطي، يعني مرتبط بالنفط، يعني كل الموارد واغلب الموارد السعوديه مرتبطه بالنفط. وهذا يعني انه الاقتصاد السعودي كلها متعلقه بمورد النفط. فقال هذا الشيء يعني انتهى زمانه، لانه الان يعني عدد السكان ليس كما كان في السابق، يعني نحتاج الى اقتصاد منتج وليس فقط اقتصاد معتمد على موارد النفط. فلازم مستهلك بالضبط يعني. فلازم نغير النموذج الاقتصادي. هذا كان الشيء الأول. الشيء الثاني، وقال نحن يعني أمام التحدي الإيراني وهناك نفوذ إيراني في المنطقة، فكي نحارب هذا النفوذ كمان لازم نغير النظام. فقال لكل هذه الأشياء لا نستطيع أن نستمر بالنظام السابق، نحتاج إلى شخص قوي يعني يحتكر السلطة ويستطيع أن يأخذ قرارات بشكل حاسم. وهذا التبرير وهذا الخطاب في البداية كان له دعم بالسعودية، يعني كان له دعم، كان هناك بعض السعوديين يقولون نعم يعني النظام السابق. سمحنا لهنا ستيفان، أنا أشرح لكم ولا لا 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 كيف لا كيف برر لظهوره. موافقك يعني أيه فهمك فقط التساؤل متاعي. خلينا نحط الروح يعني في بلاس في الإطار التاريخي اللي صار فيه الإعلان والتغيير هذا، شنية الشرعية أو الوزن أو النفوذ اللي يسمح لبن سلمان باش ياخذ قرارات كيف من هكا؟ يعني ميزابار اللي هو جاي في العائلة، شيء جاي في 2000 وجاي دوره توا، ما جاش دوره في 1950 ولا 1920. شنية الشرعية اللي خليت له والقوة اللي خليت له بها النجم يعمل مثل هذه التغييرات كأكبر في تاريخ المملكة كيف ما قلت لنا؟ نعم نعم. شوف، في يعني هو جاء في زمن في وقت يعني النظام السابق كان على وشك الانتهاء، معاني بذلك أنه كل يعني الذين كانوا ملك من وقت وفاة الملك عبد العزيز في 1953 كلهم كانوا إخوة. يعني النظام بالسعودية كان أنه يعني الملك دائما يعني إخوة الملك، يعني كلهم أبناء الملك عبد العزيز، والحكم ينتقل بينهم يعني بين إخوة. فهذا يعني الإخوة دول اللي كانوا 40 بالبداية لما يعني لما توفي الملك عبد العزيز في 53 كلهم كانوا إخوة من وقت الملك سعود، كلهم إخوة يعني. بس المشكلة أنهم الآن كلهم كبار في السن، يعني أغلبهم توفوا، وهناك قليلين باقين في من على قيد الحياة، منهم الملك سلمان. الملك سلمان ربما هو الأخير من أبناء الملك عبد العزيز الذي يمتلك نفوذ حقيقي. فلذلك كان يعني على النظام السعودي أن يعني يعيد إنتاجه، لأنه كان يعني قواعد التوريث توريث الحكم المطبقة حتى الآن غير صالحة للمستقبل. كان هناك يعني كان نظام كان يحتاج للتغيير في قواعد التوريث. فجاء محمد بن سلمان في هذا الوقت يعني بتعيين من أبيه، وهذا كان شيء غريب من البداية. لما يعني عين
في منصب ولي العهد، لأنه دائما يعني ولي العهد كان لم يكن ابن الملك، لأنه النظام في البداية كان نظام أفقي كمان كما قلت يعني، فدائما ولي العهد كان أخو الملك وليس ابنه. ولكن الآن لأنه للملك يعني ليس للملك أخو ذو نفوذ، فهو برار تعيين ابنه كذلك، قال ليس هناك إخوة، فلازم ننتقل إلى الجيل القادم. واختار ابنه، وهذا كان مفاجأة للكثير، لأنه كان هناك من جيل محمد بن سلمان أمراء آخرين لهم نفوذ أكبر بكثير من محمد بن سلمان، منهم محمد بن نايف اللي كان وزير الداخلية، وهذا كان كود فوكس يعني للملك سلمان، عمل كود فوكس يعني فرض ابنه في هذا المنصب، والكثير كانوا غاضبين جدا من هذا القرار. وما بعد ما جاء ابنه في يعني في هذا المنصب بدأ يقصي كل المنافسين الموجودين في العائلة من كل الأجنحة اللي كانت لها تمثيل في الحكم في الماضي، وتم إقصائها يعني تدريجيا. فبدأ الأمر بمثلا السلطان، مثلا السلطان كان لهم نفوذ في الماضي، ولكن الآن ليس هناك شخص من السلطان له نفوذ، وبعدين الفيصل، وبعدين النايف، ويعني أخذ يعني بدأ يعني يعين أشخاص موالين له في كل المناصب الوزارية والمناصب السلطوية يعني في الدولة، بدل أن يعين أمراء آخرين من الأجنحة المختلفة. فهذا كان كود فوكس تدريجي من خلاله أقصى أغلب الأجنحة من الـ من الـ من الـ من الحكم. في نفس الوقت فعل نفس الشيء مع العلماء، يعني العلماء تقليديا كان لهم تأثير قوي في السعودية، وكان لهم استقلالية كما قلت، وكان هناك تقسيم يعني سلطة بين الأمراء والعلماء. أخذ بعض القرارات بإقصاء العلماء من كثير من المجالات، مثلا يعني من أهم آليات العلماء في السعودية لفرض سيطرتهم على المجتمع الشرطة الدينية، ما يسمى بهذا الأمر المعروف النهي عن المنكر. في 2016 محمد بن سلمان أخذ قرار أنه الشرطة الدينية وهذا الأمر المعروف النهي عن المنكر لا تسمح ب يعني القاء القبض على اشخاص. اوكي، تستطيع فقط ان تنصحهم. فاذا انت مثلا عضو في هذه المنكر اليوم في السعوديه، كل ما تستطيع ان تفعله اذا رايت مثلا امراه بالشارع وترى يعني انها غير محاجبه بالشكل الكافي، تستطيع ان تنصحها، أن تقول يا أختي لماذا. بس يعني في الماضي يعني في الماضي كنت تقدر يعني مثلا تعتقلها وتجيبها إلى مقر الهيئة وتسجنها، الآن خلاص. هذا يعني من خلال هذا القرار الغير مسبوق تماما بتاريخ السعودية، ويعني أخذ من العلماء أحد يعني أهم الآليات اللي كانت بأيديهم يعني، وكانت من خلالها يفرضون سيطرتهم على المجتمع وفرض نموذجهم على المجتمع. فهذا يعني، وهناك قرارات أخرى ولن أدخل في كل التفاصيل، وقرارات أخرى يعني تؤدي إلى تقليص دور العلماء فعليا في المجتمع السعودي. فهذا يعني أنه الآن بإقصاء كل هذه الأطراف يعني الأجنحة، أجنحة العائلة والأجنحة الدينية ورجال الأعمال كما رأينا في ريت كارتن، الحرب ضد الفساد وحجزهم ما سمي بالحرب ضد الفساد وحجزهم وكل كبار. أنت قلت، نسيت في أي مقال قلت، ما قلت النقطة شبه ما بين كل الأشخاص اللي تم اعتقالهم هي أنهم ما أخذوش موقف صريح من الحرب اللي صايرة في ما بين في الحرب الباردة ما بين قطر وبعضهم بعضهم ولكن رجال الأعمال كان يعني دول اللي يعني اللي ربما تشير إليهم، دول المعارضين اللي كمان يعني تم اعتقالهم ولم يكونوا هم رجال الأعمال. المعارضين اللي تم اعتقالهم في سبتمبر 2017 التبرير كان يعني أنهم لم يقفوا مع السعودية في العزمة مع قطر.
يعني وكان هناك أسباب أخرى لم يكن هنا هذا السبب الحقيقي. يعني الحكم عم حمد بن سلمان كان عنده مشاكل مع دول لأن دول كان أنهم يعني كلمة حرة في كانوا يتكلمون بحرية ولم يكن يريد هذا النموذج من الـ من الـ من الأشخاص بالسعودية. بس رجال الأعمال تم اتهامهم بالفساد وكل كبار رجال الأعمال بالسعودية يعني يعني مورس عليهم مثل هذه الضغوط. يعني مش يعني كل كبار من بن لادن ومن من كل كبار العائلات يعني اللي كان لها وجود في المجال الاقتصادي. فهذا كان يعني كان كمان طريقة لإقصاء رجال الأعمال كسلطة في السعودية. فعلى الآن هو الوحيد في السلطة يعني أقصى كل الآخرين. ما ثماش حتى سلطة مضادة خلينا نقوله حتى أو اللي كانت سلطة مضادة داخلية سعودية من السلطات اللي أنت تحدثت عليهم اللي هما إما العائلة الملكة ولا رجال الأعمال أو الدين المعارضة يعني مثلا حتى واحد كان ممكن أنه يحد من السلطة بتاع بن سلمان أو يكون تيار موازي أو مضاد للشاهدة. هل ثم حاجز ينجم وقف بن سلمان من السعودية؟ لا، المشكلة أنه محمد بن سلمان كان أسرع وأشرس من كل الآخرين. يعني هو يعني تحرك بشرس يعني بشرس بغوتاليتي بعنف يعني. ومحمد بن سلمان معروف يعني بالعنف يعني من زمان يعني الكثير يعني يخافون منه في السعودية في العائلة وخارجها يعني. فلذلك يعني هو استخدم سلطة والده لأنه يعني كل ما يفعله يفعله باسم الوالد لأن يعني الوالد مازال هو الملك، والملك وخاصة يعني سلمان ليس له منافس بالسعودية لأنه هو الأخير من جيله وأخير أبناء الملك عبد العزيز على قيد الحياة الذي له نفوذ، فلا أحد بالسعودية يستطيع أن ينافسه. محمد بن سلمان يتحرك من خلال أبيه، كل ما يفعله يبرره من خلال قرار من أبيه. لا نعرف يعني ماذا فقط الميكرو خلي المستمعين إيه نعم لا ما هو جست إذا كنا تخليه قريب إيه نعم أسف. احنا اسفين على خاطر احنا في سفر وما كانش عندنا الماتيريال اللازم باش ننجم ونسهل لكم الاموريه دونك احنا نعتذروا لهنا. دونك اذا كنا نحاصلوا النقطه هذه شفنا من في اول ممكن العباد اللي خطوا علينا احنا توا موجودين في باريس مع ستيفان لاكوا اللي هو باحث في العلوم السياسيه في معهد العلوم السياسيه في باريس ومختص وتنجم تسأل بتبيعك كما قلت خمسة تنجم تسأل وخمسة مستنسة هي تخل الأسئلة متاعكم تقعد في الكوليس اليوم معنا وشكرا اللي أنت معنا. تحدثنا في النقطة الأولى على الليمان داكتوريتي يعني الأخبار السخنة خلينا نقول أنه زيارة وجود بن سلمان محمد بن سلمان حاليا في تونس، وتحدثنا بعد على أكثر موازين القوى الجهوية وموازين القوى السعودية خلينا نقول. توا اذا كان نرجع جوستمون مش نرجع اذا كان نزيدو نقدمو ونشوفو كيفاش الحواجز للتصرفات والسياسات بن سلمان قاعده تظهر من خارج السعوديه. فثما سؤال يتكرر برشا بعد اللي صار في 2 أكتوبر اللي هو مقتل الصحفي خاشقجي في القنصلية في اسطنبول. الحدث هذا مثل خلينا نقوله فاصلة ما بين ما قبل يعني كيفاش المساندة متاع الغرب لبن سلمان من اللي كان تخش عليه يعني ماكرون جديد ماكرون العالم العربي وهو يحرر في المرأة إلى آخره فيقوا انه يده ممكن تكون لطخه بالدم بالرغم من فظيعه الحرب في اليمن. لا من هنا هذا يعني علاش سنوات من الحرب في اليمن والالاف وعشرات الالاف ومئات الالاف من الموتى من الجرحى من المجاعه لان الدول الغربيه متورطه في هذه الحرب يتحدثون عنها لانهم متورطين. يعني السعودية تستخدم يعني دعم لوجستي مهم جدا من خاصة الأمريكا وفرنسا. يعني الدعم اللوجستي الأمريكي والفرنسي موجود ومهم جدا في الحرب.
فلذلك الدول الأوروبية لأنهم متورطين يتحدثون عن هذا الحرب. هذا هو مع الأسف يعني هذا هو الجواب. والدول العربية لأسباب أخرى يتحدثون كثيرا عن هذه الحرب أيضا، فلا أحد يتحدث عن هذه الحرب، ولكن لأسباب يعني كلها يعني مرتبطة بالمصالح وليس بموقف إنساني. فما الأسف يعني. وكذلك يعني ال أعتقد أنه حتى الصحف العالمية لم تركز بشكل الكافي على هذا الحرب إلى غاية 2017، لأنه تعرف الصحفيين دائما يركزون على يعني بعض الأحداث، والأجندة الصحفية كمان مرتبطة بأشياء مش كلها يعني غريبة لي حتى صحفيين نفسهم منهم إحنا إيه؟ لا نستطيع أن نجيب نفسرها يعني نقاها. إيه نعم إيه نعم. ف احيانا ابسورد واحيانا هناك حدث كبير ياخذ كل المجال. ف 2017 الحرب في العالم العربي اللي كان الصحفيين كل يوم يتكلموا عنها سوريا. واليمن كان اليمن غير موجود. بعد 2017 لما الصحفيين بداوا ينظروا الى سوريا كانه اوكي يعني الامر تحسن يعني خلاص يعني البشار نجح خلاص، ما أنه ما الأسف يعني لأنه هناك ما زال يعني سوريا تحتاج إلى تغطية، ولكن الآن الصحفيين الغربيين يعني قرروا أن لا يبنون، أوكي خلاص انتقلوا إلى مجال آخر وبدأوا يعني ينتبهوا لما يحدث في اليمن. فحتى في الأجندة الصحفية العالمية بدأت اليمن تصور من سنة، فهناك اهتمام يعني أكبر الآن باليمن. وكذلك أعتقد أنه فرنسا وأمريكا وآخرين بدأوا يعني يدركون أنهم لأنهم متورطين في الحرب وسيسبب لهم مشاكل في المستقبل إذا كان هناك مثلاً محاكم لجرائم الحرب، وحتى يعني جرائم ضد البشرية. يعني هناك يعني لا ندري كيف يعني، ولكن هناك حتى يعني هناك الآن قضايا ضد يعني ترفع ضد محمد بن سلمان ضد السعودية في بعض المحاكم مثلاً. فربما سيكون يعني لهذه القضايا يعني تداعيات على فرنسا وأمريكا لأنهم متورطين. فلذلك أعتقد أنهم يعني شافوا أنه بعد 3 سنين لا يوجد تغيير، أنه يعني إذا نظرنا إلى المعركة يعني عسكريا يعني من سنة ونص لا يوجد تقدم من القوى السعودية والإماراتية. يعني هم على نفس الخط يعني لم يخوضوا مدينة كبيرة واحدة. خلاص يعني في البداية عادن والمكلا أوكي، بس خلاص يعني بعد يعني التقدم الأول في 6 شهور الأول انتهى الموضوع، والآن هم في مأزق يعني على المستوى العسكري. فلذلك بدأوا الغربيين يضغطون بشكل لطيف، لأن السعودية دائما يعني مع الأسف يعني في العلاقة الدولية تعامل بلطف. فبدأوا يعني يضغطون بشكل لطيف على محمد بن سلمان، يقولون يا هذه الحرب لازم تنتهي ونحن متورطين وهذه الحرب لن تؤدي إلى شيء. وبعد مقتل جمال خاشقجي الله يرحمه، كنت أعرفه من زمان يعني كمان جمال وصديق عزيز فألا يرحمه، فعلا شخص يعني كان صوت مهم جدا في السعودية فقدناه. فبعد مقتل جمال خاشقجي بدأوا الأوروبيين في البداية يدركون أن محمد بن سلمان يعني سيسبب مشاكل في المستقبل. يعني إن إذا فعل ما فعل يعني مع الحريري في لبنان، ما الأزمة ما كندا، ما الأزمة ما ألمانيا، الآن مقتل صحفي في قنصلية في الخارج. فبدأوا يدركون أنه هذا الشريك لهم ربما شريك غير مستقر، يعني شريك سيسبب لك أنت مشاكل. وفي البداية ضغطوا يعني إلى حد ما على المنظومة السياسية في السعودية كي يرون هل هناك يعني بديل لمحمد بن سلمان. لما وجدوا أن ليس هناك بديل، أن محمد بن سلمان يعني في المنصب، لأن محمد بن سلمان أقصى الكل، فلا يوجد يعني هو يعني محمد بن سلمان قضاء على كل البدائل بالأساس، يعني كل الاستراتيجية كانت القضاء على البدائل، فالآن لا يوجد بديل. فالأوروبيين بدأوا يقولون أوكي يعني إحنا فقدنا هذه المعركة والأمريكان، ولكن ربما سنستخدم قضية خاشقجي للضغط على السعودية بسبب اليمن.
ممكن نستطيع أن يعني أن نستغل الأزمة حول مقتل خاشقجي للضغط للسعودية كي يعني يجدون نوع من المصالحة في اليمن ونحن نخرج من هذا الحرب. فلا أقول أن هذا لحب الإنسانية ولحب اليمنيين مع الأسف، يعني هو لمصالح والسياسية الدولية كلها مصالح، أنتم تعرفون ذلك والمشاهدين يعرفون ذلك. فرنسا أصبحت البلد الثالث عالميا في إنتاج وبيع الأسلحة إذا كان منيش غلط. في خبر سمعته نهار ونهار التالي ممكن هذا عنده علاقة مع شيء اللي أنت كنت تحكي فيه، ولكن يعني علاش يعني قاعد يتم فقط استعمال مسألة الخاشقجي كورقة ضغط فقط للخروج من اليمن؟ ولكن أنا كمثلا إذا كان أنا كحكومة فرنسية قاعد أو كمثل شركات فرنسية اللي تنتج الأسلحة، يساعدني أنه السعودية تواصل في الحرب متاحة لأنه قاعد نبيع لهم في الميسيل ميلان جيوترميك اللي تبعوا مش جيوترميك الميسيل ترميك اللي ممكن يقضيوا على الدبابات، العديد من الأسلحة المتطورة اللي متوفرة في بعض البلدان مش الكل. فاش قام تقف الحرب؟ خليك تواصل، شنو ما نفعتش انها تقف. شوف اعتقد انه مظاهرة ضد الحرب في اليمن في باريس منذ اعتقد انه يعني على كل حال يعني السعودية لا تشتري أسلحة للحرب. لما تشتري أسلحة تشتري دعم. الدول الخارجية من عقود تشتري أسلحة كي تشتري دعم. نشتري منكم أسلحة كي تدعموننا إذا حصل لنا مشاكل مع الجيران، العراق سابقا، إيران حاليا. فحتى لو ما كان حرب اليمن كانوا سيشترون نفس الكمية من الأسلحة، يعني ما أعتقد أنه سيغير من الأسلحة. أغلب الأسلحة اللي يشتروها لا يستخدموها حتى، يشتروها لشراء الدعم، وهو هذا السبب الوحيد فقط. فلذلك يعني استمرار الحرب على اليمن بدأ يشكل مشكلة كما قلت يعني للغرب لأسباب أخرى مرتبطة بتوريطهم فيها، ولن يفقدون شيء اقتصاديا إلى خرج السعودية من اليمن. لو كان ركزوا على الخاشقجي في حد ذاته، قلت في حصة إذاعية في فرانس كولتور أنه هو فيت بالذات عنده 30 سنة وهو موجود في أعلى هرم، قريب الأعلى هرم السلطة في 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 السعودية، يعني il était dans le sérail depuis 30 ans. مين؟ خاشقجي. خاشقجي صح. هذا ممكن حاجة ماهيش من الدولة برشا، ماهيش معروفة برشا. علاش خاشقجي يعني بالذات مهوش صحفي عادي ولا علاش هو بالذات؟ علاش توا بالذات؟ شكرا خلاص. اوكي، هناك سببين. يعني جمال خاشقجي كان يختلف عن المعارضين السعوديين الاخرين لسببين. السبب الاول انه وفعلا كان شخص قريب من الحكومه سابقا، مع انه كان دائما صوت حر نسبيا. لذلك انا يعني كنت اعرف جمال من 15 سنه، وجمال من الأشخاص الذين كانوا من الأصوات النقدية الموجودة داخل المنظومة. يعني لما تكون يعني تروح السعودية وتريد أن تلتقي بصحفي، تريد أن تلتقي بجمال، لأن يعني أغلب الصحفيين سيعطوا لك يعني الخطاب الرسمي من غير تفكير. هو كان من القليلين اللي كانوا يقدمون خطاب مختلف شوي، يعني نقدي يفكر. طبعا يعني هو كان يستطيع ان يفعل ذلك لانه كان يتمتع بدعم الامير تركي الفيصل اللي كان مقرب منه. وفي النظام السابق يعني لو كنت يعني عندك حمايه من امير زي ممكن تفعل ما تريد. فهو كان يتحرك داخل هذه المنظومه بحمايه الامير تركي الفيصل اللي كان يحتاج إليه لبعض المهمات ربما، وكان ربما كمان يعني يلعب دور الدبلوماسي البغلال، يعني الدبلوماسي الموازية أحيانا، فكان يلعب أدوار. ومع ذلك كان هنا يعني كان صوت، يعني دائما كان يفكر وكان ينتقد. لذلك كان رئيس تحرير جريدة في السعودية في بداية الألفينيات، جريدة الوطن،
وتم إقالته من الجريدة بسبب المواقف اللي كان يأخذها بالجريدة. فكان معروف أنه من الأصوات النقدية من الداخل. أوكي؟ النظام السابق بالسعودية إلى 2015 كان يسمح بوجود مثل هذه الأصوات النقدية نسبياً من داخل المنظومة بسبب يعني تركيبة الحكم والنظام الأفقية اللي كنت أتحدث عنها. بعد 2015 وبعد وصول شخص يعني فرد على يعني رأس المنظومة كلها يقصي كل ويقضي على كل التوازنات السابقة الموجودة في هذه التركيبة الجديدة لا يوجد مجال لأي صوت نقدي. فجمال خاشقجي زال جمال يعني بعد 2015 تحرك جمال خاشقجي بدأ يعني ينتقد نسبيا لم يكن معارض بالمعنى أنه كان لم يكن يدعو إلى إسقاط النظام مثل هذه الأشياء كان يعني صوت نقدي من الداخل. لما النظام بدأ لا يسمح بوجود أصوات نقدية من الداخل خرج وذهب إلى واشنطن. المشكلة أنه مع جمال كان هناك يعني مشكلتين بالنسبة للحكم السعودي. المشكلة الأول أنه كان شخص يعني كان قريب من 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 أمير تركي الفيصل وكان له يعني صلة يعني قوية ببعض الأمراء في العائلة. والعائلة المالكية في مثل وفي مثل هذه الأنظمة يعني الحكم يشبه المافيا العصابة يعني. فأنت إذا تركت العصابة فالعصابة ينتقم منك يعني كأنك في المافيا وتترك المافيا والمافيا ينتقم منك. فهذا الجزء يعني هذا أحد الأسباب. السبب شاف كخيانة. إيه شافوا كخيانة كأنك يعني في المافيا لا يوجد خروج. لو أنت في المافيا أنت في المافيا للأبد وإذا خرجت من المافيا فيتم القضاء عليك يعني خلاص يعني أنت خائن. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه كان يعني صوت معارض له علاقات واسعة مش فقط داخل السعودية ولكن خارج السعودية لأنه يعني جمال بسبب كل الـ 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 يعني المناصب اللي يعني أخذها من 15 و20 و30 سنة حتى كان من الأشخاص اللي كان هم يعني شبكة علاقات واسعة بين الصحفيين العالميين بين الدبلوماسيين العالميين بين حتى السياسيين كان يعرف يعني وزراء وعدى كونغرس في أمريكا. فكان هو شخص ربما يعني كان يمثل خطر على هذا الأساس. أغلب المعارضين السعوديين في الخارج لا يملكون هذه الشبكة من العلاقات وعندك هناك شخص يعني ممكن يعزم في الإليزي ويعزم في الوايت هاوس وينتقدك فلا تريد مثل هذا النوع من الأشخاص. السبب الثالث ربما يعني إذا هناك السبب كمان أنه جمال كان إخواني في الثمانينات كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وابتعد عنه يعني. فالمشكلة لم يكن هناك يعني بعض الصحفيين كتبوا أنه المشكلة بالنسبة للسعودية أن جمال كان إخواني لم يكن إخواني في الوقت الحالي كان إخواني سابقا و تحول إلى صوت ليبرالي يعني مع السنوات. ففي بعض الألفينيات إذا نصنفه سياسيا هو ليبرالي أكثر من إسلامي. ليبرالي بالمعنى الأمريكي. بالمعنى السعودي والأمريكي يعني يدعو يعني نجم نقوله إصلاحي لأنه لا يقولون علماني بالسعودية لأنه تقدمي خلينا نقوله تقدمي يعني ليه شوي شوي يعني قد حتى احنا في تونس على بشر مفاهيم طبعا لا عندكم في تونس يعني مفاهيم خاصة بكم المودرنيست مثل هذه الأشياء لا مش موجودة أصلا يعني خارج إيه ليش التقدميين الحدثيين لا 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 أوكي فكي انتهي من ذلك يعني. فلهذا بسبب تاريخه السياسي كان عنده علاقات كمان مع الليبراليين يعني مع الأطراف غير الدينية في المعارضة مع الأطراف الدينية كمان كان الشخص الوحيد اللي يستطيع أن يجمع بين يعني كل الأطراف قوة النتورك النتورك قوي من الـ من الـ من الإسلاميين وكان عنده علاقة جيدة مع الإسلاميين حتى مع الغنوشي حتى مع يعني الإسلاميين على مستوى المنطقة وكذلك على على الليبراليين سياسي. فلا أدري كان عنده طموح سياسي ولا الله عالم ولكن كان من الأشخاص اللي يستطيع أن يبنوا مثلاً إذا قرر وهو بالخارج أن يبني يعني بديل يعني إن بلاتفورم بديل يعني للحكم يعني للسعودية مع كل المعارضة مع كل أطراف المعارضة هو الشخص الوحيد اللي يستطيع أن يفعل ذلك. فلكل هذه الأسباب جمال كان يشكل مشكلة كبيرة أكثر من غيره للحكم السعودي. وكانت هذه الإجابة في ثلاث نقاط على علاش جمال بالذات جمال خاشقجي بالذات والإجابة على سؤال علاش الآن هو يعني بتغير قلنا يعني تغير منظومة الحكم اللي كانت أفقي ولا خلينا نقولوا عمودية بعض الشيء هذا اللي خلى محمد بن سلمان
خلينا نقول يمضي قدما ويحاول يسكته أبدا، أو يعني هذا كان محمد بن سلمان كان يشوفه هو من أكبر المخاطر اللي تهدد السلطة متاعه، كان يراه يعني لأنه هو قضاء لكل المعارضة داخليا، فكان يرى أن المعارضة في الخارج هي الأخطر الآن، لأنه لا يوجد معارضة داخليا، يعني كل الأصوات اللي كانت تصنف كمعارضة سابقا في السعودية كلها في السجون. لا يوجد شخص الآن، مثلا إذا رجعتم إلى تويتر قبل 5 سنين بالسعودية كان هناك نقد، يعني كان هناك أصوات، لو مثلا تشوفون أصوات زي نخوض مثلا سلمان العودة من الإسلاميين ومحمد القحطاني سابقا الليبراليين، يعني كان هناك نقد شديد يعني موجود على تويتر، الآن لا أحد يتحدث، يعني صمت كامل وخوف. في أول اللقاء قلت أنه ثم إمكانية أن محمد بن سلمان يتم إزاحته من ولاية العهد. كان هناك يعني بعض التنبؤات حول هذا الشأن، لأنه كمية الخصوم له كبيرة جدا، قاعدة تكبر. لا هو كل العائلة المالكة في السعودية تكرهه، يعني كل العائلة خصوم له، يعني كل الأجنحة اللي تم إقصائها تبحث عن الانتقام، يعني رجال الأعمال كمان تم إهانتهم أكثر من يعني أخذ أموالهم وجزء من أموالهم، ولكن كمان إهانتهم يعني في الفندق هذا اللي احتجزوا فيه شهر وشهرين بعضهم. حتى العلماء الدينيين الكثير منهم غاضبين غضب شديد من محمد بن سلمان. فلما ننظر إلى هذا نستطيع نقول إذا تحالفوا كل دول يعني سيكون هناك تحالف كبير من كل المعارضين محمد بن سلمان، ممكن يقضوا عليه يعني ويأخذون وينتقموا منه. طبق المنطق الرياضيات ممكن هذين. أنت لوحده وقدامك الكل. ومع ذلك أعتقد أن لن يحدث، لأن محمد بن سلمان كما قلت يعني أقرب إلى شخصية السلطوية القديمة على نموذج صدام حسين والقذافي، يعني بهذا الشأن الكل يخاف منه، الكل يخاف خوف شديد جدا من محمد بن سلمان. فمع أن كل دول خصوم، لا يعني ليس أنهم الشجاكي يتحركون، هم متقسمين بين أنفسهم. محمد بن سلمان كان سريع في تعيين موالين له في كل المناصب الحساسية، فلا يوجد الآن في المناصب الحساسية أشخاص غير موالين محمد بن سلمان، فمن أين سيأتون دول المعارضين؟ يعني كيف سيقلبون الوضع يعني على محمد بن سلمان؟ فهذا هو المشكلة، أنه هم كثيرين ولكن من غير سلطة ومن الخارج؟ من غير قوة، من الخارج والآن من الخارج والمعارضة من الخارج. يعني كمان كان أنا لا أعرف كيف المعارضة من الخارج تستطيع أن تفعل شيء. أنا أعتقد محمد إذا 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 أردتم خلاصتي في الأمر، يعني أنا أرى أن محمد بن سلمان سيحكم السعودية كمان 50 سنة، وليس خبر مفرح، ولكن هو هذا هو الخبر. يعني بالأخص اللي ثم النقطة يعني مهمة في اللي نعرف اللي ممكن عطنا عليه. واضح في 5 دقائق أخرين ترميش أنت ولي باشا ثم زوز ممكن نقاط نجم نخدم بهم بن علي. لا نسمع شيء عنه، مبسوط شكله، بمعنى شنية الدور اللي هو يلعبه أو الوزن اللي هو يلعبه في وسط هالتغيير هذية، وبالأخص في العلاقة مع السياسة التونسية. ما عندكش فكرة؟ ما عندي فكرة، لا يعني لا أحد يتحدث عن ذلك في السعودية. طبعا لا أحد يتحدث عن أي شيء حاليا في السعودية، ولكن وزير داخلي تونسي لزار لطفي إبراهيم أنا تبعت يعني هذه الأشياء من الصحف التونسية، يعني لأنه ولكن لم يكن لهذه الأخبار صدى كبير بالسعودية. يعني أنت أنا يعني أريد أن أسمع منكم أكثر من إن شاء الله في فرصة أخرى قبل من نختمه. في 73 صارت أزمة البترولية اللي هي ردة فعل من المملكة العربية السعودية ضد إسرائيل. نعم. اليوم وبارح جريدة هارتس أعلنت ذلك إنه المملكة العربية السعودية إلى دمشق مش تتلوش في أسواق، يعني في شركة اتصالات إسرائيلية باش تراقب المعارضين بتاع السعودية.
كيفاش نجم نتعديه من 73 2018 للعدو اللدود اللي به نجم تضعف ثمن البترول الى شراكه حميميه؟ هل نعرف الاكثريه اول مره تقابلنا سالتك سؤال هذا على خاطر الى حد الان مازال نقطه استفهام كبيره العام التالي، ولكن هذا ممكن سؤال اول. والسؤال الثاني، تفسير العلاقه مع عدو الامس وحليف اليوم اللي هو اسرائيل، لانه هذا غير يعني تبديل موازين القوى مفهوم. لانه يعني التوازنات في المنطقه تغيرت مع ظهور ايران بالنسبه للسعوديين. ان ظهور ايران ك الاف السنين، لا لا، ظهور ايران كمنافس اقليمي ك نظام اسلامي طبعا، يعني هذا كله بعد الثوره الاسلاميه، لان قبل الثوره الاسلاميه السعوديه وايران كان لها علاقه جيده مع الشاه، يعني في وقت الشاه وكل ما يعني ننسى ذلك ان الملك فيصل والشاه كان عندهم علاقه جيده يعني. فايران لم يكن خصم دائما، ولكن من وقت الثوره الاسلاميه في ايران وظهور ايران كمنافس اقليمي قوي يستخدم خطاب اسلامي مضاد للخطاب السعودي، بداوا السعوديين يرون ان ايران هو الخطر الاكبر بالنسبه لهم. والسعوديين مقتنعين انه ايران يريد تدميرهم، ويقولون وربما نحن نقول هذا غير منطقي، ولكن يعني في السياسه الدوليه المنطق ليس هو يعني هو الذي يحكم، ايوه اللي يحكم يعني، هو كيف الاشخاص يحسون بالخطر، يعني هم يحسون بخطر حقيقي من ايران ويرون ان ايران يريد مثلا السلاح النووي. السعوديين مقتنعين ان السلاح النووي سيستخدم في الرياض قبل ان يستخدم في تل ابيب مثلا، اذا حصل ايران على السلاح النووي. هذا الخوف حسب رايك وحسب معرفتك للميدان لا غير منطقي، ما اعتقد يعني غير منطقي دكور، اما هل عنده مؤيداته؟ هل موجود لا هو اشخاص الهدف انتم في ايران انهم يقضوا على السعوديه؟ لا هناك ربما موجودين لكن ليس هذا التوجه الاكبر في ايران الاساسي في ايران كما اراه، ولست خبير في ايران يعني على فكره، ولكن السعودية مقتنعة بذلك. فلذلك رأت أنه إيران خطر وجودي، بالنسبة لها. فبدت السعودية يعني تغير كل تحالفاتها في المنطقة على هذا الأساس، كل ما هو عدو إيران هو صديقي. فلذلك بدأ بسبب هذا الحسب الخوف الشديد من إيران بدأت يعني تقترب من دول كانت في السابق خصوم، منها إسرائيل. والتقدم والتقارب مع إسرائيل قديم ليس جديد، يعني الآن يعني يحكي عنه بس من 15 سنة موجود، من 15 سنة موجود. حتى في إذا رجعنا مثلا الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 2006 الموقف السعودي كان واضح، يعني كان مع إسرائيل وليس مع حزب الله. فمن زمان يعني هذا التقارب موجود، وهم يتحدثون مع بعض في الخفاء، وهم يبنون تحالف بين السعودية وإسرائيل مع الولايات المتحدة في الكواليس والإمارات كمان، يعني ضد ما يرون الخطر الإيراني. الشيء الجديد أن محمد بن سلمان الآن لأنه ينتمي إلى جيل جديد، يعني المشكلة مع الجيل القديم أنه هم ما زالوا يحسون أنه فلسطين قضية كبيرة ولا نستطيع أن نتخلي عنها. مثلا الملك سلمان حتى لما قال يعني هو بعض الكلمات القليلة اللي قالها الملك سلمان، ويتكلم قليلا الآن يعني هو تقريبا خارج الفضاء العام يعني، ولكن بعض التصريحات القليلة عملها حول فلسطين، يعني فلسطين كانت لهذا الجيل جيل الملك سلمان قضية رئيسية مركزية. محمد بن سلمان ينتمي إلى جيل يرى أن كل هذه القضايا قضايا جزء من الماضي، فهو يستطيع بدون حرج أن يقول ليس لدينا مشكلة مع إسرائيل. هذا هو التغيير الوحيد، مش في الحقيقة أنه التقارب حصل من سنين، ولكن محمد بن سلمان حتى لا يدرك أن فلسطين قضية رئيسية للعرب، يعني بالنسبة له يعني ليس من مصلحة الوطنية السعودية أن نتكاتف من الفلسطينيين، فخلاص يعني إنه لهنا نحب نخدم لأنه لازم أمشي بعد دقيقة. شنو التداعيات
الرفض الشعبي لزيارة بن سلمان لتونس حسب رأيك؟ مغروزغي ولا يعني مساعدات مالية تنقص أو يعني تقصد المظاهرات كل ما حدث يعني؟ لا يكون يعني مع الأسف مع الكثير من الحركات الاجتماعية والمظاهرات لن تؤدي إلى شيء. هل أنتم يعني متفائلين أكثر مني؟ لا ما فهمتش. لا ما فهمتش السؤال ربما. عيد السؤال. يعني كنشوفوا الرفض الشعبي لزيارة محمد بن سلمان إلى تونس، كيف ستكون ردة فعل المملكة العربية السعودية على هذا الشيء؟ لا أعتقد أنه سيكون هناك ما صار شيء لأنه في آخر الأمر يعني محمد بن سلمان أوكي الرئيس التونسي والوزراء التونسيين رحبوا بي واستقبلوه صح؟ واضح، هذا كافي بالنسبة له. أوكي. هو كان في لندن قبل 6 شهور وكان في مظاهرة في الشارع ومكتوب في كل شارع لندن محمد بن سلمان you're not welcome. ماذا فعل؟ أي من تونس مش كيف ما لندن يعني تونس مش كيف عليها جبت له مشاكل. صحيح. لا هذا مهم يعني أنتم المظاهر مهمة بس ما أعتقد أن سيكون لها تداعيات مع الأسف. أوكي. اتمنى ان انتم انا صح وانا انا غلط يعني. لا احنا لا ما فهمش ولا يعني انها ليست مهمه يعني أنا لا تداعيات سلبيه ولا تداعيات ايجابيه بالنسبه ليك ما مش عايش. اعتقد ان محمد بن سلمان لا يهتم بما يحدث في الشارع، يهتم بما يحدث في الـ في الـ في الـ في الغرف المغلقه وفقط يعني. اذا أنا نحب نعود نشكرك مرة أخرى، نعرف اللي خذيناك برشا من وقتك، شكرا على توضيحاتك الكل وشكرا على اللي تابعونا، يعطيك صحة اللي استقبلتنا. شكرا هنا في معهد العلوم السياسية ستيفان لاكوا، شكرا خمسة، ونقول لكم احنا تنجم تعودوا تسمعوا الحوار هذايا، وشكرا على المتابعة متاعكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.